يلا شباب، اليوم راح نكون شرحنا كيف تضيف صاحبك بالتيم وكيف ترفع رتبته او تنزل رتبته داخل التيم، او اذا في شخص غلبك بدك تطرده من التيم كيف تطرده. تمام، يعني راح تستفيد من 4 اشياء مهمه راح تلاقوها في اخر المقطع ان شاء الله باذن الله تعالى، فتابعوا المقطع لانه مهم جدا، فدعمونا في اللايك واشتراك. يلا نبدا. رقم 1، لازم تعرف كيف تلاقي صديقك داخل الخريطه. فكيف تتواصل معه؟ بتتواصل عن طريق الديسكورد. خلينا اشرح لكم شو هو الديسكورد علشان نوفي الشرح بشكل ممتاز ومختصر. الديسكورد هو عباره عن تطبيق بتقدر تتواصل مع اصحابك عن طريق الصوت داخله. طبعا هذا التطبيق على الاندرويد والايفون، موجود على البي سي وموجود على الماك. الماك اللي هو اجهزه الابل. تمام، دقيقه يقول لك فيه تعبان ما يداوم. ليش؟ ليش زاحف؟ مهمته انك تفوت على الروم، من الرومات الصوت، وتتواصل مع اصحابك عن طريقك زي كانه مكالمه صوتيه، وتخرج من التطبيق بدون ما تسكره. يعني تخرج من التطبيق وتدخل على اللعبه وتلعب وانت تتكلم معهم، وهيك تكون متواصل مع بعض وتعرفوا وين انتوا وتستمتعوا مع بعض. هلا ابو هلا، انا وصلت. رقم 2، كيف تتواصل مع صاحبك عن طريق الخريطة. لما تفوت على السيرفرات لأول مرة راح تلاقي إشارة زي هي. هاي الإشارة لما تضغط عليها، هاي الإشارة عبارة عن دردشة جماعية، بتقدر تدردش مع الجميع الموجودين داخل السيرفر. أما هاي بتكون كمكبر صوت، ترسل رسائلك مش للجميع، ترسل رسائلك للناس الكربين عليك. يعني إذا واحد كرب عليك راح يركض الرسالة. أما هاي بتكون مخصصة للترايب اللي لك. أما هاي بتكون مخصصة بينك وبين الترايب اللي لك والتحالف. هسه كيف تعرف احداثياتك في داخل اللعبة؟ تضغط على العام، تضغط على السهم من هنا. كيف تقرأ الاحداثيات؟ بتروح بتشوف الارقام اللي عندك في الخارطة. 79 على 30، وين 30؟ يعني خط الطول بخط العرض اللي هو هنا. 30 على 79، هي 30 79، هيك راح تعرف بالضبط وين انت في الخارطة. طبعا ما بتفيدك انت، بتفيد صاحبك انت. اذا هو مش عارف وين انت نازل، هو بشوف الرسالة على الدردشة الجماعية، بشوف وين احداثياتك بروح عليك. هسا كيف تضيف صاحبك اللي هذا؟ بتركز عليه، بتظهر قائمة جديدة، بتكبس عليها. لما تكبس عليها بتضغط على القائمة. هسا دزال ابو فهد الطلب، هاي هنا تطلع لك على هالشكل. تطي اكسس انفايت ترايب اوف محمد احمد. هسا صرت بترايب ابو فهد مو ايه. رقم 3، كيف تدخل على اعدادات الترايب؟ بتفوت على اول قائمه. تمام، تكبس هنا بتلاقي كل شيء عندكم. هنا في بتعطيهم ادمن انه او بترفع الرتبه الوسطانيه تعطيك اونر. تمام، ايه والله. او انك تعطي الاونر انه يصير هو المسؤول عن الادمن. اعطيني اياها. الوسطانيه تعطيك اونر، واللي على اليسار او على اليمين عندك اللي هي الادمن تعطيك القوائم الثانيه. مثلا انت ما بدك احد يبني، بتخلوش ادمن، بتخليه اكل رتبه. هسه اذا بدك تطرد من الادمن، بدك تطرد من الترايب اللي عندك، بس تكبس على الثالث وحده اللي معلمكم عليه، بس هيك بطلع. هذا عايش ولا ميت؟ لا ميت. We'll be right back.
Thank you.